بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشك والتهم، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. إذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة فضلا وليس أمرا، أسألك الدعاء والاشتراك في القناة ولايك وكومنت وشير ليصلك كل فائدة مجربة. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. فإلى فائدة اليوم إن شاء الله، توكلنا على الله. فائدة اليوم بإذن الله هي عنوانها كالآتي: أقسم بالله بهذه الآية قضى الله حاجتي وارزقني، فالله خير الرازقين. فعلا الله خير الرازقين، ده كان عنوان فائدتنا إن شاء الله النهاردة. مستعينين بالله سبحانه وتعالى وباسم عظيم من أسماء الله الحسنى وبآية عظيمة من كتاب الله، توكلنا على الله. أول حاجة، الخطوة الأولى في خطوات العمل، إخراج صدقة بقدر ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خطوة الثانية، صلاة ركعتين لله بنية قضاء الحاجة. الخطوة الثالثة، الاستغفار بأي صيغة، ملهاش صيغة محددة، بأي صيغة، 7 مرات. الخطوة الرابعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، كم مرة يا أبو محمد؟ 7 مرات. عندك الاستغفار 7 مرات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية 7 مرات. الخطوة الخامسة، ذكر الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى. ذكر اسم الله قريب بياء النداء، قول ورايا يا قريب، دائم كده يا قريب، كم مرة يا أبو محمد؟ هنعرف كم مرة. قريب يعني قاف ريه يه به، صح كده؟ عدد القاف 100، عدد الريه 200، عدد الياء 10، عدد الباء 2، يبقى يساوي كام؟ يساوي 312، ده عدده، يعني 312 ده مرة. اسم يا قريب بياء النداء أقوله 312 مرة. جدول الأعداد الصغرى والوسطى والكبرى رفعه لك على القناة فيديوهات الشورت،
احفظه وذاكره كويس لاني عليه مدار جامد في العمل. كل حاجة رفعها لك على القناة بإذن الله. الخطوة الستة جاء دور الآية الكريمة، قراءة الآية الكريمة، وإذا سألك عبادي إلى آخر الآية، إلى آخر الآية، الآية عشان تخش على القرآن تبحث تجيب على طول. الآية 186 سورة البقرة. طبعا أنا ما كتبتهاش عشان أختصر عليك الوقت. وإذا سألك عبادي إلى آخر الآية الكريمة، الآية رقم 186 سورة البقرة. كم مرة يا أبو محمد؟ 21 مرة. الخطوة السابعة، هذا الدعاء القصير بيقول ايه؟ بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا قريب يا مجيب دعوة المضطر، أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تقضي حاجاتي وتروح هنا. أذكر حاجتك، بعد الجملة دي أن تقضي حاجتي، في هنا أذكر حاجتك طلبك من الله سبحانه وتعالى، وترزقني ما فيه خير لي، ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. دي فايدة عظيمة الشأن جليلة القدر لقضاء الحاجات، جميع أنواع قضاء الحاجات، من طلب رزق، طلب أمور متعسرة، طلب تيسير زواج، أي طلب من الله سبحانه وتعالى للتيسير. ولنعلم جميعا، كلنا نعلم، ولنزيد تأكيد، فالله خير الرازقين. نعم، هو الرزاق، كل الأمور دي والحاجات دي رزق من عند الله، وهو وحده اللي يقدر يعملها ينفذها. ما علينا إلا الطلب والترجي والدعاء إلى الله، وعلى الله القبول. توكلوا على الله ونفذوا الفايدة دي، وليس بعين التجريب ولكن بعين اليقين. ايقن الإجابة من الله هتنفذ. أرجع تاني وأقول اللي قلته في أول الفيديو، اللي بقوله في كل فيديو،
وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد، الله الأول والآخر، ما كلنا إلا مجرد أسباب. ما فيش حسن اعتقاد برب العباد، ما فيش حاجة هتحصل، ما تتعبش نفسك. النية تسبق العمل، اخلص يقينك بالله وعمر قلبك بنور الله، وايقن وتعشم في وجه الله الكريم خير، وايقن ان حاجتك هتنفذ، والله باذن الله هتنفذ، لانك انت سلمت امرك له وايقنت بيه، فمش ممكن هيخذلك. والى لقاء اخر ان شاء الله مع فائده جديده مجربه. التواصل على الواتس معايا فقط من 10 صباحا إلى 8 مساء يوميا مع الجمعة. وفي أمن الله ورعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.